عمان. أرحب بأحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. اليوم الأسواق حتى هذه اللحظات تعتقد أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة ويعكس مسار السياسة النقدية قبل نهاية العام. الدولار إلى حد كبير سعر هذا السيناريو بتراجعاته خلال الفترة الماضية، والفيدرالي على الأرجح يعني انتهى من دورة التشديد. لكن السؤال الآن، هل الدولار يمكن أن يستمر في التراجع، أم أنه بما أنه سعر يعني هذه العمليات الخفض ولا زالت هناك قوة مثلا في سوق العمل قد يعكس هذه التراجعات ويتحول من جديد للمكاسب؟ نعم، مساء الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم، بالنظر إلى الأرقام الاقتصادية بالنسبة للدولار الأمريكي، فعلى ما أعتقد أن تسعير الفائدة تسعير بدء عمليات تخفيض الفائدة مرتين على الأقل في هذا العام، على ما أعتقد أن الأسواق قد بادرت بشكل سريع جدا. الأرقام الاقتصادية، تقرير الوظائف يعتبر مميز جدا محمد بالنظر إلى جميع الأرقام، إضافة أرقام وظائف ممتازة جدا، حتى بالنسبة للبطالة تعتبر البطالة منخفضة جدا، لو طلعنا حتى على فيليبس كير بالنسبة لمعدلات البطالة، فتعطي بعض الإشارات أن إمكانية ارتفاعات التضخم في الفترة القادمة وارد جدا اقتصاديا. وحتى أرقام الأجور محمد قد سجلت بعض الارتفاعات، طبعا الأجور تعتبر لاج انديكيتر أو يعتبر مؤشر متأخر بعض الشيء، لكن يعطي انطباع ولو قليل جدا أن أرقام التضخم في الفترة القادمة قد تسجل ارتفاعات. الكور سي بي آي على سبيل المثال لا زال محمد يسجل ارتفاعات حتى أنه أعلى من البين سي بي آي، فهي إشارة إلى أن التضخم ليس تضخم عابر بل هو تضخم قد يكون راسخ في الاقتصاد. على ما أعتقد حتى عند إجابة جيروم باول بالنسبة لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة، ذكر بأن الأرقام الاقتصادية لا تجبر الأسواق أو حتى لا تضع الأسواق بعض لأن هذه نقطة مهمة. إمكانية البدء. هذه نقطة مهمة أستاذ أحمد، أنت تقول أن نعم التضخم قد يفاجئنا، قد يبدو مرتفعا بسبب قوة سوق العمل وارتفاع الأجور، وهذه وجهة النظر هنا، أنه حتى ولو كان التضخم يعني سيكون في متجذر عند هذه المستويات أو الستيكي انفليشن لن يتراجع بسهولة، الفيدرالي هل يعتقد أنه في هذه المستويات، مستويات ريستريكتيف أو مستويات مقيدة في حول 5-5.25%، حتى ولو كان التضخم لن يتراجع بالسرعة المطلوبة، هل يمكن ان يغير وجهة نظره؟ هل يمكن ان نشاهد رفع جديد؟ يعني هذا سؤال، يعني اعتقد انه سيناريو صعب للغاية. نعم محمد، البوزنج على ما اعتقد انه شبه اكيد ان تنتج الى البوزنج، تنتج الى التوقف المؤقت، فيما لو راينا ارقام التضخم سجلت ارتفاعات في الفتره القادمه قد يكون هو شق بالنسبه للاسواق، صدمه للاسواق لامكانيه حتى اهمال امكانيه البوزنج تخفيض اسعار الفوائد. محمد، عندما نتجه الى تخفيض اسعار الفوائد فيجب ان يكون النمو سلبي في الفتره القادمه. الفدرالي الامريكي ذكر في احد بياناته على ما اعتقد في شهر واحد او شهر اثنين، كان قد ذكر شهر واحد على ما اعتقد، قد ذكر بانهم لا يريدون اعاده سيناريو السبعينيات والثمانينيات عندما بداوا بتخفيض الفائده، عندما اتجهت ارقام التضخم للانخفاضات كانت ازمه اقتصاديه. فارقام التضخم عندما حاليا 5% مع اسعار الفوائد 5.25%، فعلى ما اعتقد هي اتجاهات للبوزنج، التوقف لفتره زمنيه. سلوكيا محمد، عند النظر الى المجلس، مجلس نعم صقوري حاليا بالنسبه للفدرالي الامريكي، جيروم باول كان في السبعينيات والثمانينات عمره 29 سنه، يعني عاش ارقام التضخم المرتفعه تلك الفتره، فسلوكيا على ما اعتقد ان جيروم باول لن يترك ارقام التضخم للارتفاعات واتجاه لتخفيض الفائده. فارقام التضخم شهر 5 شهر 6 على ما اعتقد مفصليه، البوزنج اتجاه على ما اعتقد صحيح بالنسبه للفدرالي الامريكي، والبقاء كما ذكرت محمد ان هي ارقام تشددية قد تكون لفتره زمنيه اطول مما يتوقع الاسواق. تخفيض الفائده على ما اعتقد هو خيار قد تاخذه الاسواق، قد تاخذه بعين الاعتبار لو اتجهت ارقام النمو لارقام سلبيه في الفتره القادمه. يعني محمد، لانه تبقى اقل من دقيقه، السوق اذا بهذا السيناريو ستعكس التسعير، ستعكس تسعير الخفض في نهايه العام، وهذا سيكون ايجابي للدولار وايجابي للعوائد ايضا التي سترتفع طبعا. نعم محمد، على ما اعتقد انه قد يكون سيناريو سايد ويز ايجابي بالنسبه للدولار الامريكي في الفتره القادمه على ما اعتقد ذلك. يعني وإذا حدث ذلك يعني سنكون في المتابعة دائما. أنا أشكرك على هذا التحليل أستاذ أحمد عزام، وأنت المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.